اهلا بيكو. محاضرتنا النهارده هنتكلم فيها على ازاي مخنا ممكن يكون بيلعب علينا. مخك ساعات بيشتغل لصالح الاعداء، جزء من المؤامره الدوليه اللي بيلعبها علينا العالم. طبعا ارجو انك تكون ضحكت، انا بحب النكت البايخه، قلت لكم على الموضوع ده قبل كده، والاهم قلنا ما تنساش دايما حاول تبتسم. مخنا الحقيقه فعلا ممكن يعمل حاجات نتيجتها تكون سلبية، لكن هو بالتأكيد مخك في الأول وفي الآخر بيدور على مصلحتك، لكن مش دايما لما بيدور على مصلحتك بيخليك تعمل الحاجات اللي فيها مصلحتك. من هنا نفتكر طبعا قصة الدبة اللي موتها صاحبها. الحقيقة هي إن الموضوع ده موضوع اتكلم فيه ناس كتير، وواحد من الناس الجميلة جدا اللي اتكلمت فيه واللي أنا بحبهم ويمكن عامل محاضرة عن الكتاب بتاعه، واحد اسمه شيرزاد شامين. شيرزاد شامين عمل كتاب اسمه Positive Intelligence، والكتاب ده لو تحب فيه محاضرة كاملة عنه، لكن أنا يهمني منه إنه شيرزاد شامين قال إن إحنا ممكن يكون مخنا جواه 10 شياطين. هو سماهم سباتورز، سباتورز بمعنى المخربين. الحقيقة أنا بحب أستخدم كلمة الشياطين أكتر من المخربين، لكن في الحالتين النتيجة واحدة، وهي إن إذا كان شيطان ولا مخرب فللأسف إنه هيخلي مخنا نتصرف يتصرف بطريقة ممكن نتائجها تكون مش كويسة. أول حاجة ممكن مخك يقول لك عليها إيه؟ ممكن يقول لك إن أنت مش كويس كفاية. يبتدي تخلق انت او تطلع باحكام عن نفسك او احكام عن اللي حواليك او احكام عن انت واللي حواليك. احنا كلنا ممكن ما نبقاش كويسين، احنا مش لطاف، احنا كلمة احكام 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 هي اللي خلته يسمي الشيطان ده او المخرب ده The Judge. الحقيقة الجادج ده بيجي برضو من باب مصلحتنا ويضحك علينا ويقول لنا ما هو احنا لو ما ابتديناش نقول لبعض كده وانت لا انت مش كويس وانت لازم تحسن و يبقى كده الايه مصلحتنا مش هتتحقق ومش هنبقى احسن ومش نقوي من امكانياتنا. خلي بالك ده اكبر واحد بيلعب علينا، ده اللي دايما بيخلينا نقول اللي حوالينا شوف الناس بيعاملونا ازاي، شوف الناس وحشين ازاي، يا اخي الناس دي والله احنا ازاي احنا كويسين احنا. المهم ان هو بيصدر احكام على اللي حواليك. برضو لقى ان ممكن مخك يسألك شوية اسئلة او يقول لك شوية حاجات زي ايه. اهم حاجة في الدنيا ان يبقى في قواعد تحكم المجتمع، قواعد من غيرها لو ما فيش القواعد دي كل حاجة هتبوظ والدنيا هتقع. من غير ما الناس تبقى منتظمة وماشية على الصراط كده على في الدنيا، طبعا مش بتكلم على صراط الآخرة، ربنا يعدينا احنا وانتوا عليه على خير ان شاء الله، لكن كله يبقى ماشي على ايه، على التراك كده، لازم الطريق ده الصح ولازم 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 ولازم. اوكي، الناس دي الحقيقة برضو لما بتتكلم كده او لما مخك بيقول لك كده هو بيحاول يدلك على طريق ممكن يبقى في مصلحتك، لكن للأسف انه بيدخلك في المود بتاعت ما يسمى الاستيكلر. الاستيكلر ده واحد بيعذب نفسه وبيعذب اللي حواليه، بيعذب نفسه وبيعذب اللي حواليه بان هو مش عاجبه حاجه، كل حاجه لازم تمشي بالظبط وكما انزلت كده زي ما الكتاب بيقول، ولازم كل حاجه تمشي بالقواعد وكل حاجه تمشي بالنظام، واللي يخرج من النظام ده يبقى مش كويس طبعا الحقيقه بيعذب نفسه وبيعذب اللي حواليه، الناس بتبتدي تنفر منه والناس بتتعامل معاه بشكل مش كويس لان هو دايما بيأذيها على الاقل بالكلام. فيبقى خلي بالك لو ان انت مخك بيقول لك كده كتير، المشكله ان انت هيبقى صعب ممكن ان انت ما تاخدش بالك من كده. امال عامل ايه؟ ما يعني نمشي في فوضى؟ نفس الكلام اللي بيقوله الاستيكلر، فده تاني شيطان ممكن يأثر عليك. برضه ممكن مخك يجيلك يقولك ان الحق ده فيه مشكله، الدنيا ممكن الناس تحاول تستغلك، الناس الحق ممكن يكونوا بيدبروا لك خازوق في الشغل هيطلع من نافوخك، هتطلع خلي الحق تفضل ايه على طول قلقان، على طول مستني المصيبه، مش عارف
وتفضل طول النهار بتهري وتنكد في نفسك وتحرق في دمك، خلاص؟ ده الحقيقه بيسموه، او ده الشيطان ده سماه شير زاد شامين ذا هايبر فيجيلنت، اللي هو على طول عنده كده متوجس خيفه من اللي هيجرى كمان شويه، او اللي هيجرى بكره، او اللي هيجرى من الناس. الحقيقه الشيطان ده شيطان مزعج جدا برضو، ده ثالث الشياطين، ودايما مخليك مستني المصيبه اللي جايه، مش قادر تفرح بالحاجه الكويسه اللي بتحصل لك. فانت اللي بيحصل لو انت مسيطر عليك الهايبر فيجيلنت، اللي بيحصل ان انت دايما ما بتعرفش تستمتع بالحاجه الكويسه، ودايما بتعذب نفسك بالمشاكل اللي ممكن تحصل او اللي هتحصل بكره. الشيطان الرابع الحقيقه لذيذ برضو، بيقول لك ايه، ما ينفعش تقعد كده فاضي. ازاي انت يعني ايه يبقى قاعد كده ما بعملش حاجه؟ يعني استريح، استريح ليه؟ هو يعني لا، لازم اعمل حاجه. اللي انت عملته مش كفايه، انت كده هتتاخر، الحق، هتتاخر عن الناس اللي مستنيين. يا عم ده احنا قاعدين على القهوه، اتاخر ايه؟ ما اتاخر، اروح نص ساعه بدري، ربع ساعه بدري، ايه المشكله؟ ولا متاخر ماشي، هتفرق معانا حاجه؟ لكن حتى في الحاجات اللي مش فارقه، طبعا مش بقول لك ما تلتزمش بمواعيدك، وانما حتى في الحاجات اللي مش فارقه هو بيزقك اجري 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 اجري، طول النهار بتجري ومش قادر تستريح. الشيطان ده سماه شيرزاد شامين، الشيطان الرابع بتاعنا ده سماه ايه؟ سماه ذا ريستلس، اللي بيخليك دايما 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 بتجري. تجري في ايه؟ ما انتش عارف، مش عارف توصل ليه، ما عندكش احساس بالرضا، ما عندكش احساس ب This is good enough. ليه؟ good enough دي مش دعوة للكسل ولا دعوة للإهمال، لكن إن لبدنك عليك حق، إن لنفسك عليك حق، إن لربك عليك حق، إن لأهلك عليك حق. ما تنساش الكلام ده، ادي نفسك حقها عشان نفسك تدي لك بعد كده. من غير لو فضلت restless مش هتخلص. اظرف من الريستلس بقى واحد صاحبنا تاني بيقول لك ايه، انا لازم ابقى احسن واحد في اللي انا بعمله. برضو دي مش دعوه لعدم الاحسان، انا عايزين ربنا يجعلنا كلنا من المحسنين، بس انا دايما عايز اسبق اللي قدامي. ما ينفعش، مين اللي هياخد العلاوه اللي جايه؟ مين اللي هياخد الترقيه اللي جايه؟ لا 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 لا، انا لازم افضل اجري، ولازم اسمع كلام الباص بتاعي وانفذ واشتغل واطور واكبر وازود على طول على طول على طول. الحقيقه ده الهايبر اتشيفر، ده يمكن مش هقول احسن من الريستلس ولا اوحش من الريستلس، هما الاثنين وحشين. اوكي، الهايبر اتشيفر بيجي لك من مدخل تاني، بس بدل ما لازم تعمل اي حاجه لازم تطور وتكبر وتزود. طبعا هنا انا برضو خلي بالك، مش ممكن نقول لك ما تطورش وما تزودش وما تكبرش، لكن خلي بالك ان ده يكون بيحرقك. احنا مش عايزين ان ده يتحول الى ان انت بتهد في نفسك وبتبوظ في نفسك وبتموت في نفسك مع الوقت. لا، استريح زي ما احنا قلنا للريستلس استريح، الهايبر اتشيفر برضه بنقول له استريح واشتغل، احسن في شغلك بس خلي بالك من نفسك، طور من نفسك بس ما تخليش التطوير يبقى هو الهدف. الهدف هو ان انت تعيش سعيد، الهدف هو ان انت تعيش مبسوط واللي حواليك يبقوا سعداء بوجودك معاه. كده احنا اتكلمنا عن خمسة من الشياطين اللي اتكلم عليهم شيرزاد شامين. هنتكلم في الفيديو الجاي عن الخمسة التانيين. ليه احنا بنتكلم عنهم دول؟ علشان نعرف نفسنا. الحقيقة لو دخلتوا على الويب سايت بتاع شيرزاد شامين، الكتاب بتاع بوزيتيف انتليجنس، عنده تيست صغير كده تقدر تعمله يقول لك بيه مين الشياطين اللي شغالة في دماغك. انا عندي منهم برضو على فكرة، انا عندي منهم وانت هتلاقي عندك منهم، على الاقل اتنين، على الاقل اتنين اذا ما كانش اكتر. المهم ان انت لما تنتبه للشياطين اللي عندك تقدر تتعامل معاها بشكل احسن. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي علشان نكمل كلامنا عن السابتورز من كتاب شيرزاد شامين بوزيتيف انتليجنس.